الله ياخذ يا حقي هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى. الله ياخذ يا حقي في هذا الشهر المبارك، ناخذ حقي، حق ولدي اللي ضعنا فيه، اللي كيقول لك ولدك ما ساويش هذا المبلغ. ولدي انا راه عندي بكنوز الدنيا وما فيها، ولدي ما كيتدارش بمال الدنيا، شي وزنوا ليا ونقول القليله في حق ولدي. كانت المرافعه ديال المسكيني طراف على داكشي اللي بغا هويا واللي بغا يقول هو، وراك الشغل شنو كان داير في القاعه، هذاكشي كيبقى ديالو شغلو هذاك. المهم انا عندي 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 ثقه في العداله، غتاخذ يا حقي باذن الله. داكشي اللي مكتوب وداكشي اللي كاين والشهود وهذا راه في صالحي، ما في صالح حتى شي واحد، الحمد لله على كل احال. كدوزي عيد بابا اش نقول لك؟ صايبة بقى ما مستوعبهاش، باقا صايبة لي الحال، صايبة لي الحال بزاف، كتبش عليك. صعيبة اللي قلت لك انا كنفطر، ما كنت ما تسمعش دوز لي ناكل، وكنتفكر ما كناش كناكلو بسكات، كنا هو تياكل وكيضحك، كيشد في كل شيء، يضحك مع كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول، هذاك راه قتلني وانا واقفة، هو رد فنو وانا بقيت تمشي لرجليا مدفون. كان عندي ثقة في القضاء، سيبالك انا القضاء المغربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كنحس براسي انا غناخد حقي، ما نكتبش لك، مرتاحة من ديك الناحية، وخايد الله يغني يقول لي عجبه. وما اتقاش الله، ولكن الله كاين فوق عباده كاملين، كاين الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون على أن تمت محاولة لتقليد القرآن الكريم في إعجازه وفي دقته وفي قلة كلامه وجمله، لم يستطع أحدا، وبالتالي أن الإطناب وعيب إن كان لا يدخل ضمن المرافعة. ومن عادتي أن لا أعقب على مرافعة زملائي، سأعقب إن شاء الله وسأخذ وقتا أكثر من وقتي الأول، لأنني في مرافعة الأولى انطلقت كما انطلقت المحكمة وكما انطلق السيد ممثل الحق العام، على أن القضية واضحة وعلى أن الإثبات قائم. ما استمعتم إليه في مرافعة المتهم الرئيسي التي دامت أكثر من 14 أو 15 ساعة، إننا ما تكلموا عن المحاميين، فإنني ربما سأخذ من الزمن ربعها لأضحد كل ما قيل. أتمنى أن أوفق في ذلك، والله ولي التوفيق. أشكركم على الإصبار المقبل. أنا لم أعاين استماع إلى أي شاهد خلال الجلسة، إنما الحديث كان على من حرروا إشهادات تحت الطلب، كما أن الشاهد الذي استمع لسيد قاضي التحقيق أكد عكس ما سمعتموه خلال الجلسة، بل أكد أن السائق هو أشرف صديقي ولا غبار في ذلك. سنوضح ذلك إن شاء الله خلال الساعة المقبلة.